كويز لأن الوقت بدأ يمر. أعزائي المشاهدين نتكلموا عن مباراة أوغندا. الآن مباراة أوغندا رجية في ظرف صعب وصعب وصعب جدا. الظروف اللي تخلي مباراة أوغندا صعبة نخصهاكم في النقاط التالية. أولا ملعب جديد، يعني راح نلعبوا في ملعب وهران للمنتخب الجزائري ولا مرة لعب فيه، خاصة أن المنتخب الجزائري راح يقوم بالتحضير تاعه في سيدي موسى، بعدها ينتقل ليلة المباراة إلى وهران لإجراء المقابلة. الأمر الثاني والصعب واللي صعب مهمة المنتخب الجزائري هو خروج عن النص، خروج عن التركيز، خروج عن كرة القدم. نقول بين قوسين، لما تسمع مدرب يصرح على ملف ثقيل ويتهم ناس ويسب ناس، وما نقولوش يسب وإنما يتلفظ بألفاظ أنا نقول بأنه مدرب ما يليقش أنه يتكلمها للأمانة. كذلك نشوف بأنه التركيز تاعه بعيد نوعا ما عن المنتخب. اللاعبين أكيد يتأثروا بهذا الأمر، وبالتالي الجانب النفسي شوية مهزوز إذا أضفنا له النكسة والخروج من كأس العالم. إذا كنا احنا كجمهور يعني تأثرنا فما بالك بجمال الماضي وبقية اللاعبين. النقطة الثالثة كذلك للتعب المهمة هي خروج اللاعبين عن المنافسة وابتعاد اللاعبين عن المنافسة. الكثير من اللاعبين اللي كان يعتمد عليهم جمال بالماضي بالأمس القريب الآن في عطالة، أو قلت عطالة، في بطالة مقننة. على سبيل المثال نشوف مبولحي ينزل إلى درجة ثانية وتلقى العديد من الأهداف في آخر المباريات. نشوف الأظهرة الأربعة اللي تكلم أو يعتمد عليهم جمال بالماضي كلهم خارج الإطار. بوعطال يعني عطال نقولوا باللي مصاب. كذلك عندنا حليمية ما يلعبش منذ فترة. عندنا بن عيادة أصبح احتياطي في النجم الساحلي، والجمهور والمحللين تاع النجم الساحلي يطالبون بطرده من الفريق. وعندنا كذلك زفان من دون فريق يعني منذ شهر مارس تقريبا. يعني عندك أربع أظهرة تمت عليهم طيلة تواجدك مع المنتخب في أربع سنوات كلهم خارج الإطار، فعل من سيحتمل بالماضي، هل سيستدعي إزدادك؟ ننتظر ونرى. لما نجي نشوف الدفاع، ماندي عنده مدة طويلة ما راحش يلعب. كذلك بن عمري تم فسخ عقده مع قطر القطري ومنذ فترة طويلة لم يلعب ولم يتدرب. نفس الشيء طهران تم طرده من الغرافة ومنذ فترة طويلة لم يلعب ولم يتدرب. وكذلك بدران الآن احتياطي مع النادي الترجي التونسي، وبالتالي أكيد المستوى تاعه يكون انخفض نوعا ما. نشوفه الآن في مركز الطائف الأيسر، عندنا بن سبعيني راه يمر بفترة ممتازة جدا، والكلام يقول أو أن اللاعب العروسي يقول المحيط تاعه يقول بأنه أخبر المحيط تاعه بأنه تلقى الدعوة من المنتخب الوطني وهو في القائمة الموسعة. هذا شيء جميل، هذا الشيء اللي طالبوا به، يا أخي نجيبه نلعبه يعني نضمنه مع المنتخب الوطني، وبعدها في الترمبوسة القادمة جيبوا على حساب الجهوزية تاعه والمستوى تاعه، ولكن أول شيء لازم نجيبه وتلعبه. نروح إلى خط الوسط، أكيد بن ناصر راه جاهز وينافس مع النادي تاعه على الدوري، لكن المشكلة كبير جدا هو أني راح يجيني مرهق جدا، لأنه تعرفوا بأن المنتخب والنادي اللي أكيد اللي لعبوا كرة قدم يعرفوا هذا الشيء. يعني اللاعب لما يلعب على البطولة واللاعب لما يلعب على ينافس على شيء وعلى بطولة كبيرة جدا كالسكوديتو والدوري الإيطالي، أكيد بعد راح يكون مركز 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 لدرجة عالية. وتعرفوا أن اللاعب لما يكون مركز ويصل إلى يعني الهدف اللي كان حاب يوصل ليه سواء بالنجاح أو بالفشل راح يلاشي، يعني راح يصير له شيت يعني ذهنية وبدنية. اللاعب خلاص لأنه في عقله كان يخدم باش يلحق الحاجة. نعطيكم مثال، الناس اللي فوتت الباك مثلا تكون تقرأ 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 باش تفوت الباك، لما تفوت الباك وتنهي الباك لو يجي يقول لك الآن عندك باك واخد آخر ما تقدرش تزيد تقرأ لأنه ذهنيا انتهيت، ذهنيا راك حبست. نفس الشيء الآن بن ناصر راه يعمل باش يوصل إلى مرحلة مهمة جدا وهي الفوز بالدوري الإيطالي. لما يوصل إلى تلك الدرجة في فاتح أو في نهاية هذا الشهر شهر ماي أكيد راح يكون عنده استرخاء ذهني وبدني، وبالتالي هل راح يكون جاهز في مباراة أوغندا؟ علامة استفهام. عندك في غولي مصاب، وعندك زروقي راه في الفورمة، لكن نقول بأن زروقي للأمانة للآن يعني ما زال ما أثبتش نفسه كلاعب ركيزة في المنتخب الوطني. روح نشوف كذلك في الهجوم، عندي محرز أكيد راح يمر بفترة ممتازة جدا رغم أنه آخر مبارتين جلس في الاحتياط، لكن نقول بأنه ممكن أننا نحتمد عليه يعني في المباراة بطبيعة الحال. بلايلي رغم أنه ما زال ما أثبتش نفسه في بريست، لكن ما دام يلعب وما دام يدرب في نادي مثل بريست وفي الدوري الفرنسي رغم أنه نادي صغير، لكن دائما أقول نادي من الدرجة الثالثة في فرنسا أفضل بكثير من بطل الدوري القطري ولا بطل الدوري الإماراتي ولا بطل الدوري الكويتي. هذا طبيعي وطبيعي جدا أعزائي المشاهدين، وبالتالي نقول هنا نمر بفترة صعبة. الهجوم نوصل ليه، لاعبيك يا برماضي اللي اعتمدت عليهم كلهم انتهوا. بونجاح كملوا معاه السد القطري صافي لونطو، يعني منذ فترة طويلة بونجاح لا يدخل ضمن خدمات السد القطري، وبالتالي لا الجمهور قابل به ولا المدرب
قابل به. عندك سليماني كانت عنده مشاكل منذ شهر رمضان أي منذ شهرين تقريبا مع الناء أو المدرب بتاعه، والآن من دون نادي وتم نهاية مرحلته، والمدرب تاع سبورتينغ لشبونة قال لهم كل شيء بينه وبين سليماني انتهى. الآن شكون اللي راح يكون مهاجمك؟ يقولوا في الأخبار والكواليس وخبر شبه مؤكد أن المهاجم الجديد اللي راح يجلبه جمال بالماضي هو عبد الحفيظ مدرب أو مهاجم نادي مولودية الجزائر. والآن هنا إذا صح الخبر السؤال يبقى مطروح، وين شاف عبد الحفيظ؟ هل شافوا في اليوتيوب؟ هل يعني قالوا له عليه؟ هل خبروه عليه؟ لأني ولا مرة شفت بالماضي يشاهد مباريات البطولة الوطنية للأمانة أعزائي المشاهدين، لا هو ولا رومانو مساعد نتاعو. إذن هذا بصفة عامة المنتخب الوطني الجزائري. للأمانة هذه المشاكل يعني اللي راه يمر بها المنتخب قبل مباراة أوغندا، وقلت بأنه كل هذه الأمور راح تصعب من مهمة يعني جمال بالماضي وكذلك اللاعبين، لكن إن شاء الله كلنا ثقة في المنتخب تاعنا، وإن شاء الله نكونوا في يومنا ونحقوا الفوز، لأنه نحب ولا نكره عندنا بدلاء، وإن شاء الله فقط جمال بالماضي يعتمد الآن على البدلاء تاعو باش يعطوا له يعني الأفضلية. مثل توبا الآن، توبا خلاص راه أثبت نفسه، من المستحيل الآن تعاود ترجعوا لي احتياطي. الآن توبا بالراس تحطوا لي كظاهر أيسر، تحطوا لي في وسط الدفاع مش مشكلتي، لكن أثبت مكانته والآن يستحق أن يكون لاعب أساسي وأساسي جدا. هل سنجلب حارس جديد؟ أنا نظن بأنه هي الفترة المناسبة، لأنه مبولحي نعم نحترموه ونحبوه ونقدره كل ما قدمه للمنتخب الوطني، لكن خلاص حان الوقت باش نفكر في حارس جديد. مبولحي تقريبا راه يدخل في 37 سنة، لازم الآن الوقت في تصفية كأس إفريقيا باش نحضر حارس جديد. ما نستناش كأس إفريقيا وبعد نقول ما عنديش الوقت باش نجهز فريق جديد، وبعد كأس إفريقيا نولي نجهز إلى كأس إفريقيا القادمة وكذلك تصفية كأس العالم. لا، الآن الوقت مناسب باش نجرب لاعبين. راهو عندنا الحارس غايا مرباح، حارس الترجي أول للرجاء البيضاوي، عندنا ماندريا هذا الحارس الجزائري اللي حارس نادي أونجي، وكذلك حارس يونغ بويز العيدوني أو العيداني، يعني نعرفه حارس ممتاز جدا، أنا أعتقد أنه بالماضي لازم يروح مع الحراس الثلاثة في المستقبل. أتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري، لازم بالماضي الآن يركز على الملعب وما يزيدش يفكر في الصحافة ويفكر في المنتقدين، ويرد على المنتقدين يا جمال الماضي عملك في الملعب وأثبت لي بالنتائج لا بالندوات الصحفية. دفاعا عن قسامة أوندي أصاب، يقول ما رأيك في العروسي ولماذا ليس لدينا صانع ألعاب؟ العروسي عنده إمكانات، من لاعب كان في ليفربول وتكون في ليفربول أكيد يكون عنده إمكانات. أنا لازم نعطيه فرصة ونشوفه، أول شيء لازم نضمنه مع المنتخب الوطني، وبعدها إذا كان لاعب يستحق أن يكون مع المنتخب الوطني مرحبا به، إذا مستواه نزل أكيد نلعبه الأفضل، لأن المنتخب بالأداء لا بالأسماء، الأداء للأسماء. ما رأيك لماذا ليس عندنا صانع ألعاب؟ الأمر يعود إلى يعني جمال بالماضي، لأني أنا منذ عامين في قناتي هذه وفيديوهات تشاهد عليا وأقول يا جماعة في غولي عنده دور مهم جدا مع المنتخب الوطني، واللاعب من دون بديل اللي في غولي راح يدخلنا في الحيط، لأنه في غولي كبر في السن وكذلك راح يكون مصاب، راح يكون غائب.